كريم، خليني ابدا معاك سريعا عشان عايزين نستفيد بوجودكم الحقيقه بالفيديوهات اللي حضراتكم جايبينها لنا والتاكتكس اللي انت هتعرضه لنا النهارده. كريم، قول لي رايك في مباراه النادي الاهلي الاولى ووجهه نظرك في المباراه الثانيه. طبعا المباراه الاولى اعتقد يا كابتن اسلام اهم حاجه فيها اثار فتره الراحه اللي النادي الاهلي اللعيبه والجهاز الفني خدوه. مصر انت برضه جدا في الحته دي. جدا عجباني اول حته دي بحب اقولها. طبعا فتره الراحه احنا بنتكلم عن فتره راحه جت ممكن وسط الموسم، ولكن بعد فتره طويله من الضغط، وبالتالي وضح اثارها الايجابيه في المباراه. الطبيعي ان اللعيبه بيجوا في وسط الموسم المفروض نلعب مباريات متتاليه، طبعا حضرتك طبعا يعني سيدي العارفين، وانت في وسط الموسم لازم يبقى دايما رجليك في الملعب. ولكن الفتره الاخيره للعيبه النادي الاهلي خصوصا في بعد سنه كورونا، بنتكلم على فرقه ومجموعه من الرياضيين مضغوطين لسنتين بشكل متتالي، وبالتالي وصلوا لمرحله فعلا من الملل والتعب والزهق وكل حاجه. اول ما اديناهم شويه راحه واديناهم شويه يعني استراحه وراحوا فكوا نفسهم شويه، على اللي راح البحر واللي راح صيف واللي خرج مع اولاده والدنيا بقت سهله شويه، شفنا اداء مرتاح ومختلف تماما. وهدي مثل بسيط. الصوره المتداوله على السوشيال ميديا ما بين ايمن اشرف ومحمد الشناوي، وايمن اشرف يبدو ان هو عنده بعض الشماته. انا عارف السر بس مش هقوله، يعني مش هقوله دلوقتي لان هم ان شاء الله يجوا يقولوه. تمام، عنده بعض الشماته ان فيكتور جوميز الحكم يعني بيكلم الشناوي بشكل اخيرا لقيت حد بيزعق لك. بالظبط كده. والنتيجه كانت 0-0. كان لسه النادي الاهلي ما تقدمش في النتيجه، واضح الاريحيه يعني. بالظبط 0-0 وفي ضغط. وايه يا كابتن اسلام، بنتكلم مباراه اتاخرت لمده ساعه، ضغط عصبي وجماهيري وشغب جماهيري قدامنا وقنابل مثيره للدموع وحاجات يا اجواء مش راضيه خالص، ومع ذلك اللعيبه هاديه. والموقف الثاني احتفال محمد شريف واللعيبه الاكثر من رائع الهادي بالهدف. كسبنا الترجي في تونس وجبنا الهدف لسه ما حصلش حاجه. بالظبط، احنا ما عملناش اي شيء. وثالث مثل هقوله التصرف بتاع محمد الشناوي في غرفة الملابس مع بعض المصورين، يا جماعة مش عايزين أجواء الفرحة دي، لسه عندنا ماتش إياه. فكل ده بسبب إيه في وجهة نظري الشخصية؟ فترة الراحة اللي الفرقة خدتها.